الجائزة الخامس عالية لمعالي علي بن محمد بن حماد الشامسي. معارك الكبار انتظرناها من زمان. الكبير بن حضيرم يتفضل مشكورا بالوصف والتعليق. شكرا للزميل نايف بن سعود البلوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان التلة وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة ياس الفضائية وقناة دبي ريسنج، ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه في يوم الثنايا، اليوم اللي قبل اليوم الأخير، قبل يوم السيف. والكاس ذهب، ذهب مع شعار بن عويضان، مع مزون لمحمد بن سهيل بن عويضان العامري. دوك وهات يا بن عويضان وخدت الكاس، سلام يا بن عويضان. وهنا بندقية أيضا للثنايا الجعادين، بالإضافة إلى البندقية هناك مليون درهم ينتظر أحد الفائزين في هذا الشوط مباشرة. نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط المحيط، حمد بن هيان بن سالم العامري على المقدمة. المركز الثاني الغزال للسيد خليفة بن عبد الله بن سعيد الظاهري. وفي المركز الثالث هنا اللي في المركز الثالث أثمد للسيد محمد بن عبيد بن سعيد السبوسي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف شاهين لسعادة حميد بن سعيد النيادي. وفي المركز الرابع، المركز الخامس ملفت، ومرحبا يا ملفت صاحب الرمز على أرضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين في جائزة زايد الكبرى. وباحث هنا في هذا المهرجان، باحث عن الرمز، مهرجان بو خالد. أيضا منصور بن سعد بن قذلة الحبابي مقدم ملفت في هذا المهرجان. ويا زينة من مهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتسعيرة هجن الرياسة الذي لمت لم بطوح سائلة على أرضية هذا الميدان. يا ما شلت من سن الحجايج حتى وصلت سن الإذاع وهي تير في راف، يا راف البطاحة الكبار. يا السلام على هذا الأداء المتميز في سن الكبار في سن الثنايا الجعادين. شعار الاتحادي غير شعار الهبيبة الذي حظت البارحة على الكاس في سن الإذاعة، شعار سعادة حميد بن سعيد النيادي مع شاهين بقيادة حبيد بن غدير الوهيبي. يا السلام يا أبو محمد على هذا الأداء المتميز الذي تقدمه هجنك في هذا المهرجان وفي كل مهرجان وفي كل زمان. لكن ملفت، ملفت غير انتقل الى المركز الثاني في هذه اللحظات. المنصور بن سعد بن قذلة الاحبابي المركز الثالث، المركز الثالث المحيط حمد بن هيان العامري. المركز الرابع، المركز الرابع الغزال خليفة بن عبد الله بن سعيد الظاهري. وفي المركز الخامس هملول للسيد سالم بن عبيد بن مبارك الاجتبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. يا هل ترى ملفت بيسويها مثل ما سواه هناك على أرضية ميدان الوذبة في عاصمة الميادين؟ بيأتي بالناموس وبيأتي بالبندقية لمالك منصور بن سعد بن قذلة الأحبابي. يا سلام، يا سلام يا أبو سعد على أداء ملفت الذي يقدمه هنا على أرضية ميدان التلة في إمارة عجمان في مهرجان بو خالد. بدأ يغادر، بدأ يباعد بهذه اللحظات. يا سلام، بدون أي أوامر تذكر من المضمر من المالك، ركضت الغاي حتى هذه اللحظات وهو القايد وهو الزعيم هذا الشوط، عينه على البندقية. المركز الثاني وصل هملول سالم بن عبيد بن مبارك الاجتبي على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين لسعادة حميد بن سعيد النيادي. وفي المركز الرابع، المركز الرابع الغزال خليفة بن عبد الله بن سعيد الظاهري. وفي المركز الخامس، المركز الخامس بشعار مانع بن علي بن حماد
الشمسي مسبار، مسبار في السماء ومسبار في الأرض بشعار مانع بن علي بن حماد الشمسي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. أنا أعد وطالع وطالع وعيني، عيني على ملفتة، عيني على ملفتة صديقي ورفيقي في التعليق، علقت عليه في ميدان الوذبة وانتزع الرمز، واليوم يصادفنا هنا في هذا المهرجان ويغير وينتقل إلى المقدمة. ومثل ما قال الشاعر: تلاقينا مع صدفة ويا محلى الصدوية. روح يا أبو سعد، جماهيرك محبينك يتابعون ملفت وهو على مقدمة هذا الشوط. على فكرة حتى هذه اللحظات السماعة مبندة، الآلي محنط وهو دوما محنط، بس عندما يشغلون الرموت يدور، بدأ يغادر، بدأ يباعد. دير بالك يا منصور يا بن سعد يا الحبابي، الجماعة قادمين، قادمة شعار مانع بن علي بن حماد على ظهر مسبار، وحرب بشعار الشقي الصغير حمدان بن سعيد بن يابر. ولكن من هناك هملول، هملول يتسلل في هذه اللحظات، هملول يغير إلى المقدمة. سالم بن عبيد بن مبارك الاجتبي يغير إلى مقدمة هذا الشوط، يغادر يبي يسلم على أهالي العين، أهالي أم غافة ينتظرونك يا سالم يا بن عبيد يا بن مبارك يا الاجتبي. يغادر مع هملول البندقية، البندقية حتى هذه اللحظات تغادر إلى أهالي العين إلى دار الزين مع هملول، مع سالم بن عبيد بن مبارك الاجتبي. الاجتبي انتزع البندقية، بدأ يغادر، بدأ يباعد، والجماعة قادمين. لكن هملول يقول: أنا بطل هذا الشوط. مشكور يا حمد أحمد بن عبيد بن مبارك الاجتبي. سلام يا مغافة، سلام، سلام يا سالم يا بن عبيد يا رب بن مبارك الاجتبي على فوز هملول بالمركز الأول. مسبار في المركز الثاني لمانع بن علي بن حماد الشامسي، المركز الثالث ملفت المنصور بن سعد بن قذلة الاحبابي، وفي المركز الرابع حرب حمدان بن سعيد بن يابر، وفي المركز الخامس الى اهالي العين دار الزين، وخاصة هم غافة وين ما يسكن سالم بن عبيد بن مبارك الاجتبي الشاعر، الشاعر. واليوم الابيات مطلوبة يا الشاعر. ها هو هملول ساعة وصوله الى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة الستة كيلومتر في الزمن وغدر التسع دقائق ثلاث ثوان ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا السالم بن عبيد بن مبارك الاجتبي، والذي وصل في المركز الثاني. مسبار وصل على المركز الثاني تسع دقائق ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا المانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، والذي وصل في المركز الثالث ملفت تسع دقائق ثانية خمس أجزاء من الثانية. تهانينا المنصور بن سعد بن قذلة الإحبابي، تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذه المشاركة المتميزة في هذا المهرجان المتميز، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه. وإن شاء الله العيون إلى يوم الغد، يوم السيف، يوم الخمسة الملايين، ترقبونا إن شاء الله في يوم الغد.